السلام عليكم. نستكمل ان شاء الله كلامنا عن جزء الالكاينز اللي هي الهيدروكربونز وبينها تريبل بوند، وزي ما قلنا البيزك كومباوند بتاعها اللي هو الايثاين او الاسيتايلين اللي هو السي اتش تريبل بوند سي اتش. هنتكلم ان شاء الله عن الرياكشنز بتاعه الالكاينز، وقال لي اول نوع من انواع الرياكشنز بيسموه الاديشن رياكشنز او تفاعلات الاضافه. بيقول لك في تشابه كبير بين الرياكشنز بتاعه الالكاين والرياكشنز بتاع الالكين، يعني المركبات اللي فيها تريبل بوند والمركبات اللي فيها الدبل بوند، لان الاثنين بيحتووا على الرابطه باي بين الكربون اتومز اللي موجوده، والرابطه باي دي بيسموها الكترون ريتش بوند، يعني رابطه غنيه بالالكترونات، وبالتالي بيبقى عليها نيجاتيف تشارج، وبالتالي تحتاج حاجه تنضاف عليها بوزيتيف، يعني بتدخل في تفاعلات اللي هي الاديشن رياكشنز. وهنا التفاعل في عمليه الاديشن رياكشن دي بيسموه الاكسوثيرميك، يعني عشان يكسر الروابط، بينتج من تكسير الروابط دي طاقه او بتطلع في صوره حراره، بيسموا التفاعل اكسوثيرميك رياكشن. بيقول لك هنا انا بعمل اضافه لتو مولكيولز لان انا بكسر رابطتين مش رابطه واحده. طيب تعال نشوف بقى ايه هي انواع الاديشن رياكشنز للالكاين دي. قال لك اول حاجه دي بعض الانواع، قال لك ممكن يحصل هالوجينيشن، اديشن لهيدروجين هالايد، يحصل هيدروجينيشن، يحصل سن او سيس اديشن، يحصل انتي اديشن. طيب تعال نشوف بقى اول نوع اللي هو الاديشن اوف هيدروجين، او بيسموه الكاتاليتيك هيدروجينيشن اوف الكاين. قال لك انا بعمل عمليه هيدروجينيشن، يعني بضيف اتشات، ومعنى كلمه كاتاليتيك يعني انا بستخدم كاتاليست او عامل حفاز عشان يعمل عمليه ريدكشن للالكاين اللي عندي ويحوله لي الى الكان. يبقى فكره الهيدروجينيشن او الاديشن اوف هيدروجين ان انا بكسر التريبل بوند اللي عندي واضيف اتشات، او بعمل عمليه ريدكشن واضيف الاتشات عشان احول الالكاين اللي عندي اللي هو الكربونه تريبل بوند كربونه، اكسر الروابط واحوله لايه؟ الكربونه سنجل بوند كربونه، واكمل بقيه الروابط باتشات. التفاعل ده عشان يتم بستخدم عامل حفاز، ممكن يكون البلاتينم اللي هو البي تي، او الباليديوم اللي هو البي دي، او النيكل كاتاليست اللي هو الان اي. ده مثال عندي اللي هو الواحد بيوتاين، هدخل عليه الاتش 2 في وجود الكاتاليست اللي هو البلاتينوم، هيكسر لي التريبل بوند اللي عندي، يطير لي رابطتين ويدخل لي الاتشات، يعمل لي عملية هيدروجينيشن او عملية ريدكشن. طيب بيقول لي المفروض ان الريدكشن بيتم على مرحلتين. المرحلة الأولى إن الألكين بيتحول إلى ألكين، يعني بيخسر رابطة واحدة ويدخل 2 H، وبعدين الألكين يحصل له عملية ريدكشن ويخسر كمان رابطة ويدخل كمان 2 H ويتحول إلى ألكان. يبقى أنا بحول من ألكين لألكين لألكان عن طريق عملية الهيدروجينيشن بتاعة الألكين دي. طيب بيقول لك في نوع تاني من الهيدروجينيشن باستخدام كاتاليست بيسموه اللاندلر كاتاليست، وده الهدف منه ان انا اوقف التفاعل عند تكوين الالكين. يعني انا الطبيعي بالنسبه لي هعمل هيدروجينيشن للالكين يديني الكين، ويكمل يديني ايه؟ الكان اللي هو سنجل بوند اللي هو في الشكل ده. لكن لو انا حبيت اوقف التفاعل عند تكوين الالكين اللي هو فيه الدبل بوند، استخدم
كاتاليست بيسموه اللاندلر كاتاليست، اللي هو عباره عن بعمل يعني بارشال دي اكتيفيشن، او بعمل او بخلي الكاتاليست اللي عندي يبقى ليس اكتيف، يعني تاثيره محدود مش ممتد او مش موجود بصوره قويه، بحيث يوقف لي التفاعل عند تكوين الالكين. ازاي بقى؟ انا بستخدم تقريبا نفس الكاتاليست بس باثر عليه شويه، فبستخدم حاجه اسمها البويزون باليديوم كاتاليست، وده بيتكون من حاجة اسمها الباريوم سلفيت اللي هو البي اي اس او 4، وحاجة اسمها الكويولين عبارة عن حلقة بنزين مع حلقة بيريدين. وطبعا ال H2 اللي هتعمل لي الهيدروجينيشن. يبقى خد بالك، اول ما الاقي على التفاعل H2 و BD ده تفاعل هيدروجينيشن عادي، يبقى هكمل الكين والكان. لو لقيت الباريوم سلفيت مع الكوينولين اعرف ان ده لندرر كاتاليست، وبالتالي هوقف التفاعل بتاعي عند تكوين الالكين. فزي ما قلنا هنا هيحصل تكسير للتريبل بوند او الرابطه الثالثه دي، ويضيف 2 اتش ويكون لي السيس الكين. اهو ده مثال اهوت، نفس الكلام، ادي التريبل بوند دخل عليها اللندرر كاتاليست، كسر لي التريبل حولها لي الى دبل بوند، واداني سيس 2 اكسين. بس بيقول لك بعد كده في نوع من الرياكشنات بيسموه عمليه الريدكشن اوف الكين الى ترانس الكين، باستخدام حاجه اسمها الميتال امونيا اللي هي الميتال ان اتش 3. ايه بقى الموضوع ده؟ بيقول لك عشان اكون ترانس الكين، انا في الاولاني ده كونت سيس الكين، يعني زي ما قلنا سيس الاثنين سبستيوشنز في نفس المستوى، انما هنا ترانس زي ما انت شايف ادي مجموعه في مستوى مجموعه في مستوى ثاني، وكذلك الاتشات. فانا عشان اكون الترانس الكين ده بستخدم تفاعل بيسموه الميتال امونيا ريدكشن اوف الكين. عشان اكون بقى الترانس الكين بيقول لي بعمل ايه؟ بضيف مجموعتين او ذرتين هيدروجين للالكين اللي عندي، بس انتي ستيريو كيمستري، يعني الاثنين بيدخلوا في اتجاهين او في مستويين عكس بعض. بستخدم الصوديوم ميتال اللي هو الان ايه في الليكويد امونيا عشان يكون لي الميتال امونيا، يعني بجيب الامونيا اللي هو الان اتش 3 مع الصوديوم ميتال اللي هو الان ايه، افعلهم مع الالكين اللي عندي يديني الالكين. بس خد بالك لازم يبقى في البوزيشن ترانس، ودي التفاعل كله او فكره التفاعل كله عليه. يعني لو جالك السؤال في الامتحان وعرفت ان ده تفاعل ريدكشن وكونت الالكين بس عملته سيز، ما تاخدش الدرجه، لان هو الهدف من التفاعل ان انت بتحول لترانس الكين. طب تعال نشوف الميكانيزم بقى بتاع الموضوع ده. قال لك ادي الايه الالكين اللي عندي، هيدخل عليه الكترون يكسر لي التريبل بوند ويسيب لي هنا نيجاتيف تشارج، لان الكربون لسه فاضل لها ايه رابطه. والناحيه الثانيه يعمل لي حاجه اسمها الفري راديكال انايون اللي هو ليه رمز النقطه ده. الفري راديكال انايون اللي اتكون ده يحصل له عمليه بروتونيشن، يعني ياخد اتشايه تعوض النيجاتيف تشارج اللي عندي من الامونيا اللي هي ال NH3، وبالتالي يتكون عندي حاجه اسمها فاينايل راديكال. ده مجموعه الفاينايل هو الار كربونه دبل بوند كربونه معاه ار وار، ده بيسموه الفاينايل. وراديكال يعني فاضل له رابطه اهوت عليه نيجاتيف، بيسموه اسف الفري راديكال او الفاينايل راديكال. يبدا يدخل الالكترون فيعمل لي مكان الراديكال ده نيجاتيف تشار، ارجع ادخل عليه الامونيا تاني فيحصل عمليه بروتونيشن وياخد اتشايه
ويكون لي الترانس الكين. يبقى الفكرة كلها ان انا بطير التريبل بوند او الرابطة التالتة واسيب مكانها نيجاتيف تشارج في ناحية وفري راديكال في ناحية. النيجاتيف تشارج هتتعادل او يحصل لها عملية بروتونيشن من جزيء الامونيا وتاخد اتشاية، والفري راديكال يدخل عليه الالكترون تاني فيحوله لي الى انايون او يسموه الفاينايل انايون، يدخل عليه جزيء الامونيا مرة تانية يعمل عملية بروتونيشن والاتش هتروح تعادل النيجاتيف تشارج اللي عندي ويكون لي الترانس الكين. ميكانيزم مهم و دي ممكن يجي في أسئلة. طيب بعد كده بيقول لي تفاعل تاني من تفاعلات الاديشن بيسموه الاديشن اوف هالوجين. طبعا زي ما احنا عارفين الهالوجينز اللي هي زي ايه اشهرها السي ال والبي ار. بيقول لك لو انا فعلت 1 مول من الهالوجين اللي عندي مع الالكين يحصل تكوين لحاجه اسمها الداي هالو الكين، يعني هيكون لي الكين في دبل بوند ويضيف لي ذرتين من الهالايد اللي عندي فيسميه لي داي هالو، يعني داي هالايد الكين، وبيكون لي ميكشر من الداي هالو الكين ده. الميكشر ده بيبقى يا اما سن او سيز يا اما انتي اديجن، يعني هيضيف الاثنين بي ار او الاثنين سي ال، اما الاثنين في نفس المستوى فيبقى سن، او الاثنين في مستويين عكس بعض فيبقى سيس او فيبقى ترانس او انتي اديجن. زي ما انت شايف كده ادي الالكين اضيف عليه اكس 2، الاكس 2 اللي هي بي ار 2 او سي ال 2، يكسر لي الرابطه الثالثه ويدخل لي الاكس والاكس على كربونتين جنب بعض الاثنين في نفس المستوى، يبقى ده ايه سيس، وده بيسموه الماينر ماينور، يعني النسبه بتاعته بتكون اقل، لكن النسبه الميجر اللي عندي ان هو بيدخل ترانس او انتي اديشن، يعني الاثنين بيدخلوا في اتجاهين عكس بعض. طيب بيقول لك لو انا فعلت بقى 2 مولز اوف هالوجين، يعني 2 اكس 2 2 بي ار 2 او 2 سي ال 2 مع الالكين، هنا هيدخل لي 4 هالايد فيكون لي حاجه اسمها التترا هالايد، وهنا مش هيبقى الكين بقى ده، هنا هيكسر الدبل بوند كمان، يعني هيكسر التريبل يدخل اثنين وبعدين يكسر الدبل يدخل كمان اثنين، فيدخل لي اربعة هالايد فيكون لي حاجة اسمها تترا هالايد، وده يبقى الكان مش الكين. يبقى خد بالك قوي الحاجات دي مهمة، انت ممكن تبقى حافظ الرياكشن نفسه لكن ما تاخدش بالك من الفروقات الصغيرة دي. ايه الفرق بين الاثنين؟ هنا اثنين بس، رقم اثنين ده هنا خلاه دخل لي اربعة وبقت رابطة واحدة، لكن لو الاثنين دي مش موجودة هيدخل اثنين ويبقى عندي دبل بوند. فخد بالك من الفروقات دي لان هي اسئلة الامتحانات والاخطاء بتيجي من الحاجات دي. طيب بيقول لي في نوع تاني من الاديجن بيسموه الاديجن اوف هيدروجين هالايد اللي هو الاتش بي ار او الاتش سي ال. بيقول لك بيتكون عندي في البداية حاجة اسمها الفاينايل هالايد، وعملية الاديشن بتتم عن طريق قاعدة ماركونيكوف زي ما هنشوف دلوقتي. ادي الالكين اللي عندي وادي الاتش اكس او الهيدروجين هالايد، هيكسر التريبل بوند ويدخل لي اتشاية في كربونة والاكس في الكربونة التانية، وكمان مرة يكسر الدبل او الدبل بوند اللي موجوده ويدخل لي كمان اكس في ناحيه واتشايه في الناحيه الثانيه، وعمليه الاديشن بتتم تابعا لقاعده ماركونيكوف، خصوصا لو الالكين اللي عندي تيرمينال الكين، وزي ما قلنا قبل كده معنى كلمه تيرمينال الكين يعني التريبل بوند على الكربون الاولى. طيب تعال نشوف الميكانيزم. ادي الاتش اكس هتدخل تكسر الدبل بوند فتكون لي كاتايون اهوت اللي هو عليه بوزيتيف تشارج يعني، وتدخل الاتشايه، وبعدين الاكس
اللي هي عليها نيجاتيف تشارج تبدأ تهاجم البوزيتيف تشارج اللي اتكونت عندي او الكاتيون اللي اتكون عندي وتربط مكانها فيديني الهيدروجين هالايد اللي نضاف على الالكين واداني الكين. طيب زي ما قلنا وخد بالك ان الاديشن هنا بتتم تبع لقاعدة ماركونيكوف، يعني بضيف الاتشاية على الكربون اللي معاها اتشات اكتر والاكس او الهلايد على الكربون اللي معاها اتشات اقل. تعالى هنا ادي الكربونة دي معاها اتشاية، الكربونة دي معهاش اتشات خالص، يبقى تبع لماركونيكوف الاتش دي هتدخل هنا زي ما انت شايفها اهيت، والاكس تدخل على الكربونة التانية اللي معهاش اتشات، دي بيسموها قاعدة ماركونيكوف. تعال نشوف مثال على الكلام ده. ادي اتنين بنتاين مع الاتش بي ار، قال لك هيدخل اهو اتكسر التريبل بوند و هيدخل الاتشايه على كربونه والبي ار على الكربونه التانيه، ويسيب لي الدبل بوند. وطبعا زي ما قلنا الايه الاديشن هنا تابع لماركونيكوف. طيب لو جاب لي نفس الرياكشن بقى الكاين مع الاتش بي ار او الهيدروجين هالايد، بس قال لك ايه خد بالك بقى في حاجه اسمها البير اوكسايد. قال لك لو حط لي بقى عمك البير اوكسيد ده يغير هنا بقى عمليه الاديشن او يعكسها لي. يعني انا في الطبيعي هدخل ماركونيكوف الاكس على الكربونه اللي عليها اتشات اقل، الاتش على الكربونه اللي عليها اتشات اكتر، ماركونيكوف في التفاعل العادي. طيب نفس التفاعل بس لقيت بيقول لك ان انا عندي من ضمن الحاجات اللي داخله في التفاعل البير اوكسيد اللي هو الار او او ار. قال لك جزيء البير اوكسيد ده يدخل لي بس انتي ماركونيكوف اديشن. يعني ايه؟ يعني هتدخل البي ار، ادي هنا الكربونه بتاع الالكين عليها اتشات، وهنا الكربونه الثانيه عليها اتشات اقل. الطبيعي ماركونيكوف ان انا هدخل الاتش هنا والبي ار هنا. لا قال لك لقيت البير اوكسيد هتيجي ندخل البي ار هنا اهيت على الكربونه اللي عليها اتشات اقل، والايه والاتشات تدخل على الكربونه اللي عليها اتشات اقل. هدخل البي ار على الكربونه اللي عليها اتشات اكتر، والاتشات هتدخل على الكربونه اللي عليها اتشات اقل تابعا للانتي ماركونيكوف اديشن. اللي عمل لي بقى الحركه دي مين؟ عمك البير اوكسيد. خد بالك برضه حته زي دي ممكن تيجي سؤال شيت او سؤال امتحان، يقول لك هنا ممكن حتى يجي سؤال اختياري يقول لك ايه، يدي لك الرياكشن ده يقول لك هنا عمليه الاديشن ماركونيكوف ولا انتي ماركونيكوف. تاخد بالك طالما في بير اوكسين يبقى انتي ماركونيكوف. طيب بعد كده في ايه رياكشن رخم شويه، هو مش رخم هو شكله رخم بس هو كويس، يعني اللي هو عملية الهيدريشن اوف الكاين عشان يكون لي الكيتون والالدهايد. قال لك عملية الهيدريشن دي ليها أكتر من طريقة. قال لك الطريقة الأولى بيسموها الميركوريك أيون كاتالايزد هيدريشن، يعني أنا بستخدم الميركوريك أيون عشان أعمل عملية تحفيز لعملية الهيدريشن بتاع الالكاين دي وأكون منها الكيتون والالدهايد. ده الكيتون هو اللي هو الار سي دبل بوند او ار، والالدهايد اللي هو الار سي اتش او. طيب بيقول لك انا عندي بستخدم الميركوريك سلفيت
واكوا السلفوريك اسيد افعلهم مع الالكين اللي عندي، ادي الاتش جي اس او 4 ميكروك سلفيت وادي الاتش 2 اس او 4، افعلهم مع الالكين اللي عندي فيحصل تكسير للتريبل بوند وهيدخل لي جزيء ميه او يعمل اديشن للووتر وهنتفاعل هيدريشن اتش و او اتش، وقال لك هيدخل او الاورينتيشن هيبقى ماركونيكوف، يعني الاتش تدخل على الكربونه دي اللي عليها اتشات اكتر والاو اتش تدخل على الكربونه اللي عليها اتشات اقل. الشكل اللي قدامك ده بيسموه الان والفور او بيسموه الفينايل الكحول، وده طبيعي بيحصل ايه ان الدبل بوند دي تعمل هنا فالاتش دي تطير وبالتالي بقت دي دبل بوند او وهنا سنجل بوند فيكون لك الشكل ده اللي هو بيسموه الكيتو او الكيتون فور. يعني هي بيحصل رايح جاي كده ما بين الانول فورم اللي هو الفينايل الكوهول وما بين الكيتون او الكيتو فور. تعال نشوف الميكانيزم بقى. قال لك ادي الالكين، خدت الايون بتاع الميركوري او الاتش جي، هيعمل عمليه دي بروتونيشن فيكسر التريبل بوند، خليها لي دبل بوند ويعمل لي ايه كاتايون بوزيتيف هنا، والاتش جي يربط الناحيه الثانيه، دخل جزيء ميه هيربط زي ما انت شايف، وطبعا هو رابط برابطه زياده يبقى عليه بوزيتيف تشارج، اطلع انا اتشايه فيطلع الشكل اللي انت شايفه ده، وبعد كده يفقد الاتش جي في وجود جزيء الهيدرونيوم اللي هو الاتش 3 او، ويكون لك الانول فورم اللي هو بعد كده بيبقى انستيبل ويتحول الى الكيتون فورم اللي هو مور ستيبل. ادي الانول فورم اهوت اللي هو الفي او اتش وجنبها كربونه فيها دبل بوند، في وجود الاسيد يبدا الدبل بوند دي تتكسر ويبقى عندك بوزيتيف تشارج او كاتايون، نفس الكلام البوزيتيف تتحرك تفقد هنا الاتشايه وتعمل لي دبل بوند، في وجود جزيء الميه هيطلع انت عندك اهو الدبل بوند جت هنا، وبالتالي البوزيتيف تشارج اتنقلت على الاو لان الاو بقت مرتبطه بثلاث روابط، جزيء الميه ياخد الاتشايه ومعاها البوزيتيف تشارج ويحول لي الى الكيتو فورم او الكيتون فورم. تعال نشوف الرياكشن ده تاني ان هو مهم. عملية الميركوريك ايون كاتالايز هايدريشن للالكاين عشان يكون لي كيتون والدهايد. قال لك انا بفاعل الكاين مع ال HgSO4 اللي هو الميركوريك سلفيت في وجود السلفيوريك اسيد، والحوار ده يكسر لي التريبل بوند يحولها لي الى دبل بوند ويدخل لي ميه بماركونيكوف اتش او اتش، وبعد كده ده بيسموه الانول فورم. الانول فورم ده انستيبل يتحول الى الكيتو فورم، الدبل بوند هتشال من هنا تيجي هنا تفقد اتشايه فيحول لي الى الكيتو فورم. قال لك الميكانيزم، بيقول لك بيحصل عمليه دي بروتونيشن تديني حاجه اسمها الاورجانو ميركوري الكحول، في وجود الاسيد اللي هو H2SO4 ده الميركوري اللي هو ال HG يعمل ريبليسمنت للهيدروجن ويديني حاجه اسمها الفينايل الكحول اللي هو الانول. زي ما انت شايف كده ادي الالكين هيدخل عليه الايونات بتاع ال HG تكسر الدبل بوند التريبل بوند وتربط مكانها، وبالتالي فضل عندي رابطه تاخد بوزيتيف تشارج يدخل عليها جزيء الميه يربط، وبعد كده يفقد اتشاي عشان يكمل الرابطه بتاعته، اداني الانول فورم طبعا هيفقد الاتش جي وياخد يدخل مكانها اتشاي. ادي الانول فورم، قال لك الانول فورم ده مش ثابت بيقعد يروح يلف ويروح ويجي كده، في وجود الاسيد اللي هو الاتش 2 اس او 4 فتتكسر الرابطه دي يبقى في بوزيتيف تشارج هنا، البوزيتيف تشارج هتنتقل فيتكون لك دبل بوند هنا، وبالتالي الاو تاخد بوزيتيف ودخل عليها جزيء الميه يسحب منها الاتشايه وترجع دبل بوند او زي ما كانت، ويكون لي حاجه اسمها الكيتون او الكيتو فور. كده يبقى احنا نعتبر خلصنا الجزء الاول من التفاعلات بتاعت
او تفاعلات الاديشن بتاعت الالكين، هيفضل ان شاء الله مجموعه التفاعلات اللي هي الهيدروبوريشن اوكسيديشن والاوزونوليسيس و يبقى كده خلصنا الجزء بتاع الالكين. اتمنى يكون مفهوم ان شاء الله وبقى واضح وسهل. بالتوفيق ان شاء الله وجزاكم الله خير.